يقولون التمر بعد السمك ما يعطش، ياكلون اعداد فردين، اكو منهم ياكلون ثلاثه، منهم خمسه، منهم سبعه. والله جدي كان سماق، بعدين والدي، بعدين انا. انا مخلص دراسه اداره اقتصاد محاسبه، كملنا شهادات ماكو، تجانا على الشغل يعني، واشتغلت بالمطعم السمك مع والدي. سمك شبوط عندنا، مرمريش موجود، موجود مزقوف، موجود قلي. المزقوف شبوط وسمتي، واكل قلي شبوط سمتي جري، انواعها كلها موجوده. هاي شغلة وراثه يعني، يجي السمك نسلخه ونقطعه ملح وقبل قلي، اي بهارات ما نخلي، بعد القلي نخلي بهارات. خلطه عندنا خاصه من المطعم. هذا الشبوط النفر بعشرة، النفر يطلع قطعتين كبار.